وينضم إلينا من جنيف مراسل الغد بهاء ملحم. بهاء، إذا أديم الصورة سيقوم باختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية، على أي أساس سيتم هذا الاختيار؟ وهل ستقدم الحكومة السورية بمجموعة من الأسماء وكذا المعارضة السورية أيضا، أم ماذا سيتم في التفاصيل؟ هذا ما تهدف إليه هذه السلسلة من المشاورات والاجتماعات والتي تنطلق اليوم هنا في جنيف بين المبعوث الأممي الخاص ستيفن دي ميستورا ومجموعة من الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والفاعلة في هذا المسار وفي هذا الملف. هذه السلسلة من الاجتماعات تبدأ اليوم باجتماعات ثنائية بين المبعوث الخاص دي ميستورا مع الأطراف الثلاث الضامنين والرعاة لمسار أستانا، الأتراك والإيرانيون والروس كذلك، لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية للدول ثلاث ومسؤولين من جهات أخرى أبرزهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف. اللقاءات ستحاول الخوض والبحث في سبل تفعيل مخرجات سوتشي كما أشرتم، الذي أوصى هذا المؤتمر الذي انعقد بداية العام الجاري على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور السوري تتشكل من شخصيات من المعارضة ومن الحكومة السورية كذلك، تكون تحت الرعاية الأممية هنا في جنيف، سعيا لإجراء الانتخابات مستقبلا في البلاد، تحقيقا للتسوية السياسية هناك وتطبيقا للقرارات الأممية وأبرزها القرار 22-54. حالة من الجدل لا تزال تحيط بهذا المسار الشائك والمعقد. دي ميستورا يحاول من خلال هذه اللقاءات مع الأطراف هنا في جنيف والتي تبدأ مع الروس والإيرانيين والأتراك هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مع الأطراف الغربية. بها، هل قدم الطرفان لائحاتهم للأسماء المقترحة؟ عمليا الحكومة السورية كانت قدمت قبل أيام قائمة مرشحيها لهذه اللجنة والتي رحب بها المبعوث الخاص، فيما ينتظر أن تقدم المعارضة أيضا القائمة ذاتها لمرشحين هذه اللجنة. واستحال من الجدل في المعسكر المعارض حول التمثيل مرة أخرى، فبينما تصر الهيئة العليا للتفاوض أو هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية والتي كانت قد قاطعت مؤتمر سوتشي بداية العام الجاري، تصر على أنها هي الممثل الشرعي والوحيد والمخول بالخوض بهذه التفاصيل وبهذا المسار من الطرف المعارض، فيما أطراف معارضة أخرى كانت حضرت ذلك المؤتمر وشاركت في صياغة مخرجاته تبحث كذلك عن دور لها وعن حصة. بالتالي في ظل هذا الجدل عند المعسكر المعارض يبدو أن التعقيدات والعراقيل والعقبات تزداد أمام المبعوث الخاص، والذي يأمل من خلال هذا الحشد لعدد من الأطراف الإقليمية والدولية بتذليلها وبإزالتها وبالحصول ربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الأقل تصور عام حول شكل عضوية وتشكيلة هذه اللجنة للبداية في الخوض في قضايا أكثر تعقيدا بين الأطراف حول آلية عمل هذه اللجنة وحول مخرجاتها وحول آلية اتخاذ القرار فيها. بالتالي كما قال دي ميستورا قبل أسبوع وبينما خفض من سقف التوقعات، لا يبدو فعلا بأن هذه المحاولات على المدى القصير على الأقل ستفلح هنا في جنيف بإحداث أي اختراق على هذا المسار الدستوري. سنبقى معك على تواصل طبعا لمتابعة تفاصيل هذا الجدل الدائر بخصوص اللجنة الدستورية السورية. أشكرك جزيلا من جنيف مراسل الغد بهاء ملحم.